تستعد الفنانة دنيا بطمة لإصدار أحدث أعمالها الغنائية المصورة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. واختارت دنيا أن تطلق على هذا العمل الذي انتشرت سابقا بعض من كواليسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عنوان الحنانة، في إهداء خاص منها لوالدتها ليلى أطلسي ولجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 من مارس الجاري. ويشار أن دنيا بطمة قد صورت هذا العمل على طريقة الفيديو كليب، وذلك بمدينة مراكش تحت إدارة المخرج حسن جرفيتي وإشراف زوجها ومنتج العمل محمد ترك. ويعتبر هذا السينجل هو العمل الأول من الألبوم المغربي الذي تحضر له الفنانة المغربية، التي تعتزم كذلك إصدار أغنية مصرية وعربية إرضاء لجمهورها العربي. من جهة أخرى، تعيش دنيا بطمة سعادة كبرى عقب معانقة شقيقتها الحرية بعد انقضاء عقوبتها الحبسية على خلفية اتهامها فيما بات يعرف إعلاميا بملف حمزة منبيبي.